يا الاسود يا الاسود يا الاسود، ايش فيك تجي عند الناس؟ عند زيارة ابوهم، تحت زيارة ابوه الناس؟ ها؟ رح بيتك ابي يلا. يا رح بيتك كنت مس بالشمس والشمس تروح بالشمس وتيجي بالشمس عشان وكذا وجهك اسود. يا رح بيتك ابي يلا، تجي لي ولا تشوفك عيني تجي عند زيارة الناس بيتها تتبع ولا لا وجه البسه؟ يا العبد يا وجهك اسود يصحقني وجهك اسود يصحقني.